ما يعني كمان بقى يعني مسألة كمان يا سما بتبقى صادمة عند ناس كتير يعني. ما هو صادمة لما يعرفوا الحقيقة يا أستاذ وائل ويشوفوها قدامهم، هم شافوا ما حاجة. هو كده اما إنما سما مصر البرنامج هتقدم برنامجا دينيا، فالناس هتقول لك بقى المشايخ هيقدموا ايه بقى الفوازير؟ يعني نجيب أنا مشايخ أولا ما قلتش، أنا أولا هنجيب أنا أولا مشايخ ما قلتش الازهر أنا أولا يقدموا الفوازير أنا أولا ويقدموا إزاي برامج المآلف في رمضان السنة دي أنا أولا ما قلتش خالص إن هو يعني. برنامج ديني، أنا قلت برنامج اجتماعي هيناقش المشاكل بشكل ديني، حل ديني، مش أحسن من كل شوية يا أستاذ وائل وعندك وفي كل مكان بيطلع ناس بيتكلموا في الدين ويفتوا فتاوى بيمشوا وراها ناس بتوصل انها تقتل بعض. طب مش انا جايز في ما ناس فيش برنامج خالص يا سما وانت بتطلقي بالونه كده للفرقعه وضجه اهوت ونائب والعناوين بقى الراقصه والسياسي والهام عجينه يهاجم سما المصري وتحولت مش جايز ما فيش برنامج خالص وانت بتطلقي بالونه والله يا فرقعه؟ استاذ وائل لو ما كانش في برنامج والفرقعه دي كلها حصلت وما فيش برنامج يبقى انا ست شاطره جدا في الدعايه يعني. واستاذ على فكره استاذ عجينه طلع قبل كده في مداخله من شويه وقال انا من معجبين سما المصري وانا مستعد اعمل معاها برنامج، اهو اساله معانا على الهوا. انت من المعجبين بسما المصري يا استاذ الهامي؟ قوي طبعا معجب من معجبيها يعني. انا عندي انت وانا رحت قلت لجنة لها القيم ولا لسه؟ لا موجود هناك. فانا ما يعني ما سما المصري كفنانه جميله وشيء جميل جدا، وانا ما قلتش انها ما طلبتش ابدا احنا انها على الهوا تحتشم. اتنين ليمون يا ابني اتنين ليمون يا يا فندم استاذ الهام انت هتتغزل واحنا على الهوا؟ انا ما طلبتش انها تحتشم ابدا، مين اللي قال ومين اللي يطلب بالاحتشام والكلام ده؟ لا لا لا، انما لو لا لا انا بتكلم في جزئيه معينه، انما سما المصري فنانه جميله وظريفه وحبوبه، وانا انا ما فيش بيني وبينها اي خلاف ولا اعرفها ولا هي تعرفني، يعني احنا واضح انت مدمن كليباتها يعني واضح انت. لا والله ما عندي وقت اشوف كليبات يعني، بس انا لما كانت بتقدم البرنامج بتاعها في القناه بتاعتها كنت احيانا بشوفها يعني، مش هقول لك لا ما بشوفهاش، لانها كانت بتقدم هي ده لون فن موجود وكان له مشاهدينه وكانوا كتير وكانوا مشاهدينها كتير. لما تعملوا دويتو اعملوا حاجه مع بعض حاجه ما انا بقول بقى لو هي عايزه تقدم برنامج، هي بتقول ان انا لو قدمت معاها برنامج يعني المشاهدين يكسر هيهربوا الدنيا والله. لا المشاهدين هيهربوا منها. بقول لها طيب يعني انت مشاهدين الكتير، فانا لما ابقى موجود معاكي هقلل المشاهدين شويه عشان برضو الاستاذ وائل يلاقي مشاهدين، معنا مش هناخد السوق لوحدنا يعني. انما طيب. انا مش معترض على سما خالص ولا بيني وبينها اي خلاف ولا طلبت، والكلام اللي نزل اللي هي قراته على الموقع اللي اتقال ان انا بطالب وبمنع وبعمل، انا لا طلبت ولا منعت، ده الراجل بيسالني بيقول لي السما المصري هتقدم برنامج ديني، ما قالتليش ما قالليش برنامج اجتماعي زي ما هي بتقول، وهتتكلم في الدين والامور الدينيه وبتاع. قلت له لا ده مش لونها يعني مش بتاعها، عندنا مشايخ في الازهر، عندنا علماء دين، عندنا سيدات متخصصه في هذا المجال، وسما لها مجالها تشتغل في مجالها وناجحه في مجالها يعني. انا ما ينفعش ده خلي بالك ده كانت داخله انتخابات كان ممكن تبقى معاك في المجلس برضه، لو كانت دخلت في الانتخابات كانت هتبقى نائبه فاشله، هي مش مجالها السياسه انا يعني، انما هي ناجحه، هي ناجحه في مجالها، فانا بنصحها انها تفضل ولها مشاهدينها ومشاهدينها اكتر من يعني اقول لك ايه، كانت بتنافس وائل الابراشي في المشاهدين، فانا والله ما في بيني وبينها اي حاجه ولا سما تعليق اخير بقى من على الكلام. هو بيقول ان انا ايه هبقى نائبه فاشله؟ مش عارف تعالى على ايه؟ ايه؟ يعني بيقول لو دخلت المجلس كنت هتكوني نائبه فاشله لان مالكيش في السياسه كمان زي ما مالكيش في طب الدين. طب وانت نائب ناجح يعني؟ يعني مين اللي قال لك ان انا يعني انت عايز تفشلني في الفن وعايز تفشلني في البرامج عايز تفشلني في كل حاجه؟ طب على فكره انا قضيت لسه شغاله في مجلس الدوله، يعني ممكن ارجع من الصبح وادخل مجلس ساعه بقعد جنبك اصلا. ده لا لا طيب. سما انا بشكرك الف شكر، واستاذ الهام عجينه انا بشكرك.